السلام عليكم متابعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صح لاباس. هانيا نهاركم مبروك. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوه اقتصاديه للمشاهدين ديالي. تبارك الله عليكم، الله يخطيكم علينا. انت هذا عندي كاس ديال السكر، عندي جوج بيضات، عندي نص كاس ديال الزيت، عندي هنا الزبده، عندي هنا واحد باني وخمارة، عندي شوية الملحة، عندي شوية الكاوكاو سلقتو وقليتو في الزيت، غادي نديرو في هاد الحليوة ديالي، في هاد الحلوة ديالي. المشاهدين يعجبكم الفيديو ديالي اليوم، الفيديو اللي نشرت معكم اليوم ديال الدجاج قيستو وما تكمليش الا وريتكمش الا النهايه ديالو. دابا راه عندي في سطوري ان شاء الله نحط لكم. زيد ما درت شويه هاد الزبده، غادي ندير الزيت، ندير كيس ديال الباني باش نخدم هاد المقادير مع بعضياتهم. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي المشاهدين، الله يخطيكم عليا وتبارك الله عليكم. نتنعلي شويه، بسم الله على بركة الله. وانا نخدم الزبدة مع السكر مع الباني، نخدم مزيان. عندي هذيك البيض والملحة، وما درتش الجفينة، ما درتش القصعة، قصعة كبيرة شوية. أنا كندير معكم وصفات اقتصادية للمشاهدين. نشكر المتتبعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، ونشكرهم على الكومنتيرات ديالهم الزوينات كتشجعوني. الله يسهل تنتوما عليكم، الله يسهل عليكم المصعب، الله يعاونكم ييسركم ربي تنتوما، نتعاونوا ان شاء الله مع هاد القناه ديالنا، نتعاونوا عليهم، نتعاونوا مع بعضياتنا. غنخدم هاد الشيء هذا ونرجع معكم ان شاء الله. زين دابا غندير هاد جوج بيضات، ندير هاد شويه د الملحه، باش نحس بديك السكر باقي في الخليط ديالي. الحلوة ما كتجيش يابسة، لا بقى السكر محبب، الحلوة كتجي يابسة، السكر كي كيرجع بحال الطوماطة. ندير هاد الكيس ديال الخميرة، نسينا هنا عندي كيلو ديال الطحين غنغربلو.
وانا نخلط هذا الخليط، اشوف على حسب الطحين شحال يزلي. نديرو لا قصحة هي خفيفة بزاف. نديرو نزيد شوية ديال الطحين، نزيد هنا ما نزيدهاش الطحين. هنا عندنا دويزاتاي اللي كتسهل لنا ضروري خصنا نديرو الحليوة باش ندوزو اتاي الحليوة. نسينا الحلوة ديالي على العجين ديالي، نسينا دابا العجينة ديالي هي. ندير الكاكاو في الوسط على هكا، ندير لك كاوكاو في الوسط وكنجمع عليه. نسيت نديرو غير صغيورين، نتمنى تعجبكم هاد الحلوة ديالي. كتجي زوينة هاد الحليوة، كتجي غزالة تبارك الله، كتجي بنيونة.
تي كنديرها غير صغيره. نكمل ورجع معكم. هانتوما الحلوى ديالي. تبقى لي هادي غنديرها في شي غلطه صغيره. دابا انا غنديرها في الفران. نتمنى تعجبكم هاد الحلوى ديالي اللي درت معكم اليوم. هانتينا الحلوى ديالي طابت. دابا انا غادي نعدلها مزيانه. هانتي كيفاش جات. دابا درت لها هي الكونفيتير. هانتي اللون هنا في كوك. زوينة تبارك الله. كتجي غزالة وبشيشة. مطولتش عليكم فيديو. انا نسالي ورجع معاكم. هانتوما الحلوى ديالي المشاهدين. هانتي انا درت لها كوك جات زوينه. هادي خليتها بحال هكا. كاين اللي كيبغيها بلا كوك. كتجي غزالة كتجي حشيشة. هانتي جات كتفرتت. كنتمنى تعجبكم الحلوى ديالي المشاهدين. ديرو لي جيف بارطاجيو الفيديو. الله يجازيكم بالخير. يلا خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله.